بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم متابعينا الأعزاء مع موعد مباراة الأهلي وفريق الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما عملتش اشتراك يا ريت تعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يخوض النادي الأهلي لقاء هاما ومرتقبا في مشوار دفاعه عن اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه، عندما يواجه الحرس الوطني أو جندرميري بطل النيجر، وذلك في مباراة العودة من دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء القاهرة السبت المقبل للتأهل لدور المجموعات. ويدخل الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي: في حراسة المرمى علي لطفي، قلب الدفاع بدر بنون، أيمن أشرف، علي معلول، أكرم توفيق، في خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية، في الخط الأمامي محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وفي الهجوم محمد شريف. بالنسبة لموعد مباراة النادي الأهلي وفريق الحرس الوطني، قام المباراة بمشيئة الله اليوم السبت الموافق 23/10/2021 على استاد الأهلي والسلام، وتنطلق صافرة بداية اللقاء بمشيئة الله في تمام الساعة 5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 6 بتوقيت مصر وليبيا، الساعة 7 بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 8 بتوقيت الإمارات، ويدير اللقاء تحكيميا الحكم أحمد امتياز. بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفريق الحرس الوطني، تذاع مباراة دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على قناة أون تايم سبورتس. نستنى إن شاء الله توقعاتكم لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية. أنا معكم محمد أحمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.